في حارس الأهلي الموهوب علاء بيهوب. نجم الأهلي السابق يستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية ويكشف أسرار وكواليس مشواره مع الأهلي وعلى بيهوب وجول جول على بيهوب وارتداء الرقم 10 خلفا للخطيب والأسباب الحقيقية وراء رحيله ولماذا رفض إنهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء. انتظر علاء بيهوب مع أحمد شبير على قناة الأهلي.